أنا هبتدي بقى وهبتدي من البداية خالص. تحياتي للجميع. هقرأ الوصف بتاع اللقاء بتاع النهاردة في البداية. أنا تركت المسيحية. السؤال: بعد الموت لو طلع يسوع حق، طلع هو الحقيقة الوحيدة، طلع هو الحقيقة الوحيدة، طيب هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ شخص بيسألني جدلا وفرضا، يعني افترض ولو واحد في الألف، يا سيدي واحد في المليون مش واحد في الألف، انه طلع يسوع هو الحقيقة الوحيدة وطلعت فوق، انا مستني بقى يطلع كريشنا ولا بوذا ولا طلع يسوع، يا هوبا يا دي المفاجأة، معقولة؟ طب هنا هتدخل جهنم. ليه؟ لانك سبته. هتعمل ايه بقى ساعتها؟ تعمل لي ايه بقى ساعتها؟ نفعك بقى الحوارات بتاعتك والقناة وما شابه؟ طيب النهارده هحاول اجاوب على هذا السؤال مع الأخذ في الاعتبار إجابة السؤال الرئيسي: ليه سبت المسيحية؟ مع إني جاوبت عن ده كتير أوي أوي، فأنا هحاول إن النهاردة يبقى فيه جديد، يعني أساس إن الناس ما تملش، يعني هحاول على قد ما أقدر يبقى فيه جديد. طيب في ناس كتير أوي، على ما الناس تخش كده، يعني أقول كده مقدمة سريعة، في ناس كتير قوي بيسيبوا الأديان بتاعتهم، والشخص اللي بيتعامى عن ده أو بيتوهم إن الناس بتسيب الأديان كلها إلا الدين بتاعه محدش بيسيبه، ده شخص مسكين. لأن كل يوم يسعدني إني أقول لك، كل يوم الكل بيسيب الكل وبيدخل في الكل، كل يوم مسلمين بيخشوا المسيحية، مسيحيين بيخشوا الإسلام، مسيحي يبقى ملحد، ملحد يبقى مسلم، مسلم يبقى لا أدري، يهودي يبقى بوذي، كله بيخش في كله. واللي مش مصدق هذا الكلام اكتب كده في اليوتيوب من كذا لكذا، عبرت من الإسلام للمسيحية، هتلاقي عشرات ويمكن مئات الفيديوهات بتحكي. طب بلاش، من اليهودية للمش عارف، كله من ده لده، هتلاقي عشرات تحولوا من ده لده، من الإسلام للمسيحية، من المسيحية للإسلام، من بل في داخل الدين الواحد، يعني واحد يقول لك تركت السنية وبقيت شيعي، تركت الكاثوليكية وبقيت بروستانتي، وهلم جر. طيب هنا عشان برضو مطولش، سؤال: ايه اللي بيخلي الانسان يغير الدين اللي اتولد فيه؟ خلينا الاول نسمع رأي المؤمنين، يعني ونشوف هل هو رأي حقيقي. يعني مثلا لو انا رحت للقسيس وقلت له تخيل فلان فلان المسيحي ساب المسيحية، افتكر ليه؟ ده واحد كان بيجي يحضر عندك الكنيسة ومسيحي وابن حلال وساب المسيحية، فتفتكر هو ساب المسيحية ليه؟ فيقول لي انت عارف ليه؟ انا هقول لك ليه. ده سابها عشان خاطر عاوز يعيش لشهواته، عايز يمارس الفجور ويشرب الخمور ويهتك الأعراض فساب المسيح عشان خاطر يعمل الحاجات دي. الحقيقة دي إجابة مضحكة، إجابة مضحكة جدا. ليه؟ لأنه إيه يمنعني إن أنا أعمل الحاجات دي وأفضل مسيحي زي ما أنا؟ يعني هو ما في مسيحيين كتير قوي بيعملوا الحاجات دي وفي نفس الوقت متعصبين للمسيح والمسيحية والكنيسة، وممكن يضربك كمان لو قلت كلمة وحشة عن السيد المسيح، وهو غرقان في الرذيلة والخطية والمعاصي والبتاع. يعني مش قادر افهم يعني الفكره،
يعني ايه اللي يخلي مسلم يسيب الاسلام عشان عاوز مثلا يشرب خمره؟ لان القران الكريم بيقول ما تشربوش خمره، فانا هسيب الاسلام عشان ما اشربش خمره. طب ما هو في مسلمين كتير قوي بيشربوا خمره، وهم عارفين انهم بيعصوا الله ويقولوا معلش اهو الله تواب رحيم وهيسيبنا يعني اي مش هيسيبنا يعني هنتوب. فليه الشخص يعمل معاصي ويزود عليها معصية أكبر اللي هي الإلحاد أو الكفر بالدين وينكر الله الله؟ طب ما أنا أفضل مسيحي زي ما أنا وأعمل الشرور دي وبعدين أقول له سامحني يا رب، زي ما العهد الجديد بيقول دم يسوع يطهرني من كل خطية. أو واحد مسلم يزني ويقتل ويسرق وبعدين يروح يحج فيرجع كما ولدته أمه بلا أي خطية، إيه اللي يخلي الشخص يترك الدين يرتكب معصية أكبر من كل معصية عشان خاطر أمور معينة هو يقدر يعملها وهو في ذات نفس الدين بتاعه؟ يعني أنا مش قادر أفهم الموضوع ده، يعني تيجي إزاي يعني. وبعدين في نقطة مهمة، المسيحية والإسلام زي ما هنناقش النهاردة فكرة إنه في عقوبة أبدية، لو تركت هتدخل جهنم إلى ما لا نهاية. فإزاي أنا ممكن أتجاهل حاجة زي كده؟ إزاي يعني؟ إزاي أتجاهل حاجة زي كده؟ وما قاومش شروري ومعصية أو أقع في المعاصي وأقول له سامحني ويعني أبقى ماسك العصا من الوسط على الأقل. تخيل إن أنا طالع أمي في الشغل 8 ساعات شغل متواصل متبهدل وتعبان قوي 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 بجر في طحون يعني، وراجع بعد 8 ساعات شغل ومفيش مواصلات وجاي ماشي وخلاص مش قادر اصدق اوصل للبيت واترمي على السرير عشان انام، عايز بس انام. لكن تقوم حريقه في البيت، حريقه ضخمه. فاقول انا الحقيقه انا تعبان وتعبت قوي في الشغل وحتى سهرت امبارح وانام بس ساعتين وبعدين ابقى اشوف الوضع. أنا أبقى مش طبيعي لو فكرت كده. لا، ده مهما كنت تعبان لازم أقوم، حريقة في الأوضة وبتولع دي لازم أقوم أطفي أعمل مش عارف إيه. يعني النار ما فيهاش ضحك. فأنت ما تستخدم ضد سلاح الترهيب اللي هو جهنم، فالموضوع بقى مش طبيعي لو أنا أقول لا 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 أنا هنسى حكاية جهنم دي وأعمل المعاصي معاصي لا، بس المنطقي ان انا لو خلاص مش قادر وهعمل المعاصي هعمل المعاصي بس ان انا اتوب عشان انجو من جهنم. طيب لو رحت لقسيس تاني او شيخ اسلامي واحد تاني بقى وسالته نفس السؤال، هو فلان ساب الدين بتاعك ليه؟ قول لي ايها القسيس المحترم فلان المسيحي ساب المسيحيه ليه؟ او قول لي يا فضيله الشيخ هو فلان ساب الاسلام ليه؟ فيقول لي ده أو ده، يقولوا لي أصل ده مجنون مختل عقلي عقله تعبان، هو في حد يسيب الدين بتاعنا إلا ما يكون مجنون مخه تعبان؟ الحقيقة لو القسيس أو الشيخ قالوا هذا الكلام، الحقيقة دي أغبى حجة ممكن إنك أنت تبرر بيها فكرة إن فلان ساب الدين. يعني كيف برر كفار قريش ترك نبي الإسلام مع احترامي ليه للآلهة بتاعتهم للموروث؟ تبريرهم كان إيه؟ إزاي هذا الشخص ساب الآلهة بتاعتنا؟ قالوا السبب إنه مجنون والقرآن سجلها عليهم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليك الذكر إنك لمجنون. طبعا هؤلاء الكفار سذج قوي يعني، أغبياء فعلا. ونفس سذاجة كفار قريش كانت بنفس الدرجة قرايب السيد المسيح، كامل تقديري واحترامي ليه، قالوا عن المسيح نفس الكلام وسجلها عليهم الإنجيل. فمرقس 3:21 لما سمع أقرباء يسوع لما سمعوا خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا إنه مختل. الحقيقة رد في منتهى الغباوة، المخالف لينا
أصبح مخالف ليه؟ ترك الموروث ليه؟ السبب إن هو مجنون، مختل، مخه تعبان، أو بين قوسين كده ما بيفهمش. طبعا ردود في منتهى السذاجة. طب أمال ليه؟ نلف ونلف ونرجع، طب ليه؟ اللي خلي ناس تسيب الدين اللي اتولدت فيه وعاشت فيه سنين طويلة، اللي خلى الناس دي سابت ودخلت كمان في حاجة جديدة؟ ده يعني اللي عايزين نناقشه النهاردة مع بعض. لكن المفروض انه بحثت ودورت فاكتشفت ان اللي انا ورثته غلط. انا اتولدت في الهند يا جماعه، واتولدت هندوسي وبجوار النهر المقدس، وعلمونا ان البقره دي مقدسه، وعندنا كتاب الفيدا، وفي مليار وكم مليون معايا كمان، مش انا لوحدي كده، واجيال اجيال اجيال، كم جيل شغالين. لكن ابتدي ادرس بقى الفيدا، اشوف الامور ماشيه ازاي، اجد امور غير منطقيه، الكتاب بتاعي فيه مشاكل، واروح لرجال الدين واسالهم في المشاكل بتاعه كتابي، اجد السذاجات والتفاهات والله منطق في الردود بتاعتهم. فهو ده السبب اللي بيخليني لا، الهندوسيه غلط يا جماعه، مش هقدر احتقر عقلي اكتر من كده. صحيح ترك الهندوسية صعب، أنا بقى لي 20-30 سنة هندوسي، والبقرة المقدسة دي في تجري في دمي في حياتي، بس معلش مش قادر أضحك على نفسي أكتر من كده. عقلي هنا بقى، احنا قربنا شوية، عقلي بحثي أدلة الدين اللي أنا اتولدت فيه وجدتها أدلة مزيفة، أدلة مزورة، فطبيعي جدا أنا أسيب اللي أنا فيه وأبدأ أدور على حاجة تانية، أبدأ أشوف دين آخر الأدلة بتاعته تكون حقيقية مش مزورة. طيب خلينا في النيلة بتاعتنا، المصيبة بتاعتنا. يعني أنا الحقيقة سبت المسيحية عشان هذا، درست جيدا وعقلي وصلني للفكرة دي بعد بحث سنين طويلة. شفت التزوير، أدلة المسيحية مزورة، معلش يعني إذا كان الأمر صادم بس ده اللي أنا شفته. طيب توفيت والحمد لله وطلعت فوق، وبعدين فوجئت بيسوع، ده نهار اسود، ايه ده؟ معقوله؟ طبعا منظره رهيب وشيء خطير، وانا يعني اقول له معقوله طلعت انت الصح؟ طلع مليار وستة من عشرة مسلم غلط، وطلع اليهود والبهائيين بوزا والهندوس وشهود يهوى والمرمون و 5 مليار شخص غير مسيحي طلعوا غلط وانت الصح. ومفاجأة، طبعا مفاجأة كبيرة، المساكين اللي تحت في الدنيا 5 مليار مش مسيحيين متوهمين انهم الصح، اتولدوا ولقوا كده وعندهم أدلة انهم الصح، ولغاية آخر لحظة من عمرهم واثقين انهم الصح، بل في ناس منهم بتضحي بحياتها عشانك، يعني في ناس بتلبس حزام ناتف وتضحي بحياتها وهي واثقة انه الاسلام هو اللي صح. اللي يوصل للمرحلة دي اعتقد انه ما عندوش شك واحد في الالف ان الاسلام هو يعني الحقيقة. المهم طلع المسيح هو اللي صح يا جماعة. طيب فالمسيح يبص لي كده طبعا بابتسامة بسيطة، يقول لي طبعا انت درست تحت، اقول له يقول لي طبعا انت عارف هتروح فين. طبعا اقول له اكيد، يقول لي ها فين؟ جهنم. هيقول لي برافو عليك،
فالسيد المسيح يقول لي بس بص، عشان انت غالي عندي قوي هبعت اجيب لك شيطان رتبه كبيره يقودك لجهنم، مش يعني شيطان برتبه صغيره يعني ملازم اول ولا لا لا، انت مقامك كبير مش اقل من عقيد مثلا او عميد، يعني عشان خاطر ياخدك ويقودك لجهنم بقى وتقضي بقى الابديه الى ما لا نهايه هناك بقى، و جود لك. فينده السيد المسيح بصوت عالي: عفركوش، تعال عشان تاخده جهنم. هنا هقول له للسيد المسيح، هقول له طيب ممكن اقول لك حاجه يعني قبل ما اروح الى ما لا نهايه التعاسه بتاعه جهنم دي، كمان بتقاوح مش كفايه، معلش يعني يعني 5 دقايق يعني بدأ الى ما لا نهايه في جهنم. هيقول لي باشا اتفضل، عشان بس لغايه اخر لحظه اثبت لك ان انا اشوف انا كنت حلو معاك ازاي لغايه اخر لحظه. طيب ايه اللي ممكن اقوله للسيد المسيح؟ انا هقول لكم هقول له ايه؟ اقول له انت الله ظهر في الجسد مش كده؟ طب طيب انت عملت لي عقل عشان افكر فيه صح؟ لا ايوه، يعني ميزتني عن الحيوانات بالعقل، اديتني عقل افكر بيه، عقول يعقلون بيها فكروا بيها. ايوه طيب، وانت عامل لي العقل ده كمان يعني مخصوص عشان خاطر اعرف بيه الحقيقه مش كده؟ ايوه صح. هيقول لي طبعا، يعني لو انا اتولدت في الهند وهندوسي وبالعقل ده وصلت لان البقره دي مقدسه ايه والهندوسيه دي وكتاب الفيدا ده كتاب كله تخاريف ومفيش والادله بتاعت الهندوسيه دي تعبانه، فعقلي وصلني لان الهندوسيه غلط، تخلق لي عقل عشان اعرف بيه الحقيقه. يقول لي مظبوط صح، انت كنت اتولدت هندوسي وكنت هتخش جهنم برضو، لكن لو بالعقل ده درست بيه وسمعت عني انا المسيح وعرفت ادلتي كان عقلك ده يعني غير الوضع بتاعك. هبقول له طب كويس قوي قوي، يعني احنا متفقين لغايه دلوقتي بكل ده، اعتقد ان احنا متفقين. طيب وفي نفس الوقت برضو كان في العالم عشرات من الاديان المزوره الكاذبه، يعني مش انا فقط هتولد في الهندوسيه او هتولد في لا ده في زي ما بنقول بوذا ومورمون وشهود يهوه و و و و, و. لا، وكان في حبايب قبل مننا قعدوا آلاف يعبدوا أمون رع، زيوس، البعل، يعني قعدوا مئات السنين يعبدوا في الحاجات دي، مئات السنين في حضارات مختلفة يعني. طيب المهم يا جماعة إن أنا يعني سيد المسيح له المجد عمل لي عقل أفكر بيه، وفي نفس الوقت يعني أنا درست جامد الأدلة بتاعت المسيحية، وأنا هذكره بنقطة، هقول له فاكر أنا كنت ببحث تحت ما كنت في الدنيا، أنا بحكي لكم اللي هيحصل فوق، عندي حاجة خاصة بيا وأنا هحكي لكم، يعني أنا بقول لكم الكلمتين اللي أنا حافظهم دول وهقولهم لك. طيب أنت هتعرف، أظن أنت عارف كل حاجة. انت تعرف ان انا كنت مخلص جدا لمعرفة الحقيقة؟ هيقول الصراحة فعلا، يعني انا كنت فعلا يعني انا كنت مخلص عشان اعرف الصح فين، ودرست جيدا وسبتك مش عن عناد او تكبر او عايز اعيش لشهواتي ومارس الفجور واصنع الشرور، انت عارف كويس قوي ان انا كنت مخلص جدا لمعرفة الحقيقة. وبالمناسبة ارجو انك تكون لسه فاكر ان انا سنين طويلة من عمري قضيتها في خدمتك، يا ما كلمت الناس عن المسيح، يا ما احتكيت بمسلمين وكلمتهم عن المسيح ومسيحيين وكلمتهم عن المسيح، ويا ما وعصت. اللي مش عايز يصدق الحاجات دي هو حر. انا بحكي لنفسي القصة دي، بحكيها لنفسي وبتدرب على اللي هقوله ليسوع فوق.
اذا كنتوا بتسمعوا هذه القصه فدي مشكلتكم، انا دي حاجه خاصه بيا وبتدرب على اللي هقوله للسيد المسيح فوق. المهم سيدي المسيح اللي المفاجاه كشفت لي على انك انت طلعت مظبوط، طيب ازاي انا كنت مخلص جدا لمعرفه الحقيقه وبدات ابحث في الادله، وبالمناسبه انت اللي اديتني الطريقه اللي ادور بيها، انا مش يعني كمان مش عقلي قال لي دور بالطريقه دي، لا ده المسيح نفسه يا جماعه اللي قال لي تتحرك وتعرف الصح ازاي، قالها لي في الانجيل، قال لي الطريقه هي ايه، فتشوا الكتب، تفتيش جاد صارم دقيق عشان تعرف الحقيقة عني أنا يسوع المسيح، فتشوا الكتب هي التي تشهد لي. واو، هي دي الطريقة. السيد المسيح ما قاليش عايز تعرف الحقيقة روح لقداسة البابا بتاع الفاتيكان وهو هيقولك الحقيقة، ده راجل مخه كبير قوي ودارس، لا، ولا قال لي روح لقداسة البابا توادروس أو قداسة البابا شنودة الله يعني الله يرحمه، كامل تقديري واحترامي لهؤلاء جميعا، ما قاليش الطريقة كده، ما قاليش ده البابا شنودة درس وانت لا شيء، انت مين انت عشان تدرس، كفاية البابا شنودة درس وقال لك ان هو ده الصح. الحقيقة السيد المسيح ما قاليش يعمل كده، لكن قال لي فتش انت الكتب وهي اللي بتشهد عنه، يعني السيد المسيح هو اللي اداني الطريقة وزقني كده في البتاع وهو هي دي الطريقة، وده اللي أنا عملته. أنا بدأت أبحث وأفتش في الكتب مع ملاحظة هامة جدا بعيدها تاني، إن كنت مخلص جدا في البحث، لا وعايز أضيف حتة إن أثناء بحثي كان عندي انحياز تأكيدي، يعني المفروض أبحث بتجرد لا مع ولا ضد، لا كنت ببحث بانحياز ليسوع، بدور في العهد القديم، بدور في الكتب عشان أثبت يسوع من الكتب، بانحياز تأكيدي ليسوع، لابس النظارة بتاعت يسوع وعايز يسوع هو اللي يطلع صح، مع أن دي طريقة غلط في البحث، المفروض أبحث بحيادة لا مع ولا ضد، لا كنت ببحث عشان خاطر يسوع يطلع صح. المهم أبحث أنا مش غيري يبحث لي، واخد انا يعني خادم الرب فلان العظيم بحث الحقيقه ودور ولقى ان الحقيقه كده، اخدها انا على الجاهز، لا معلش ما تعنيش الكلام ده، المسيح ما قاليش اعمل كده، المسيح قال لي دور انت بنفسك. طيب يا سيدنا المسيح، انا الحقيقه بحثت جيدا، ويعني يؤسفني اقول لك ان عقلي وصلني الى ان ادلتك مزيفه، تاني عقلي بعيد عن العواطف والموروث، الأول كنت يعني متحيز ليسوع 100%، لكن بدأت أنهار، ابتديت أنهار شوية بعد شوية بشوية، وابتديت أشيل أقلع النظارة وأقرأ النص كامل، مش أخد حتة من النص وأطلع أجري بيها وأقول تشوف الإبهار بتاع النبوات، لا أقرأ النص قبله إيه وبعده إيه، ودي نبوة ولا مش نبوة، والأصل بتاعها إيه والمكمل لها إيه، ده البحث بقى. الحقيقة اكتشفت إن الأدلة مزيفة، اكتشفت إن من كتبوا العهد الجديد كانوا مزورين، أنا آسف جدا وبقولها بحرقة وأنا بقول الكلام ده، بس ده نقد مش شتيم، يعني هو المسيحي بقى حاطط هالة من القداسة على الإنجيل، إن ده كتب وحي الروح القدس ويسوع هالة كده ضخمة عليه، لا معلش حان الوقت ان انا اشيل الهالة دي واشوف بالظبط الاقتباسات بتاعت القديس متى والقديس لوقا وما شابه، اكتشف انها اقتباسات مزورة، اكتشف انها يا ترجمات غلط يا اقتباس خاطئ يا اقتطاع النص من سياقه، ودي كلها علامات الغش والتزوير، شفت ده بعناية، ومش في مثال ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة ولا عشرين، فانت يعني وما كانش في يوم ولا شهر ولا سنة،
انا ليه اخوانا بتكلم كتير قوي 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 من العهد القديم، انا غزير بكلام الكتاب سواء عهد قديم ولا جديد. لن تجد حد حتى من خدام الرب في الغزاره بتاعتي بتاعه الكتاب المقدس. انا عايش الكتاب المقدس حياتي، حياتي كلها كتاب مقدس، ده وده ودي وده 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 بيكمل ده وده وده. فبعد كل ده عقلي، ارجع تاني النقطه الثانيه، عقلي وراني بكل وضوح التزوير، الغش. المصيبه انه النص بتاع كتاب اليهود العبري قاموا ناس بترجمته يوناني، ثم ظهروا المسيح وكتاب العهد الجديد وقرروا يكتبوا العهد الجديد باليوناني، فكانوا يقتبسوا من كتاب ربنا العبري عن طريق انهم ياخدوا الاقتباس اليوناني ويقول لك بص ربنا بيقول كذا، اذا العقيده بتاعتنا صحيحه لان ربنا بيقول كذا. تاني بيدي دليل على انه صح، بولس مثلا بيقول ان بصوا كتاب ربنا اللي بيسميه المسيحي العهد القديم بيقول ايه، شوفوا ربنا مثلا في اشعياء بيقول ايه، بيقول كذا كذا، يبقى اذا المسيح كان كذا كذا لان اشعياء بيقول كذا كذا. لما ابتدى ادرس بقى بجديه اكتشف ان بولس ده بيكتب باليوناني وبينقل من الترجمه السبعينيه اليونانيه للنص العبري. طبعا مش كل الاقتباسات في كل العهد الجديد كانت في السبعينيه، لكن على الاقل يعني كميه ضخمه جدا بالطريقه دي. فلما ادرس بقى واشوف، لا وايه، ولاجل البخت انا مش مولود في القرن الاول الميلادي ولا الثاني ولا، لا مولود في القرن اللي فيه انترنت، وطبعا قبل الانترنت كنا يعني ترى الله في برسيمه كلنا بلح، لكن في وجود الانترنت وجود اساليب البحث لا، بدأنا بقى نوصل للنص العبري واليوناني السبعيني واليوناني العادي والمقارنات والايات بتقول ايه. فاتفاجئ ان بولس حضرتك رسول حضرتك بيقول انه اشعياء بيقول، لكن لما ارجع للنص العبري ألاقي إن أشعياء ما بيقولش كده، ألاقي إن اللي جاي ترجمه يوناني غلط في الترجمة، غلط في الترجمة، وبولس بينقل من الغلط ويقول ربنا بيقول. يا نهار اسود، ده دي كارثة الكوارث، ويرتها مثال ولا اتنين ولا تلاتة، أمثلة كتيرة جدا بالطريقة دي، لدرجة إن المسيحيين عشان يبرروا هذا الكلام بالتبرير السخيف المضحك، تبرير التزوير ايه هو، اضطروا يقول لك ده الترجمه السبعينيه دي موحى بها من الله. واو، ناس ما نعرفش عنهم اي حاجه في اي شيء قعدوا ترجموا من عبري اليوناني اصبحوا بيوحى اليهم هم كمان. طب ولما النص بتاعهم يضرب في النص العبري يبقى ايه، ربنا رجع في كلامه ولا ربنا عمل ايه، ولا الوضع جه ازاي؟ يعني ازاي افهم ده، يعني كيف افهم هذا؟ يعني أنا كنت عملت فيديوهات قبل كده على الموضوع الترجمة السبعينية دي، لكن تخيل لما حديك مثل واحد بس، أنا هنا طبعا مش في مجال إن أنا بحكي، أنا بس بقول لكم الحديث اللي هيدور بيني وبين السيد المسيح فوق مش هنا. يعني مثلا في مزمور 105:28 النص العبري بيقول لم يعصوا كلامه. جم الحبايب اللي ترجموا الترجمة السبعينية اللي هم المفروض يعني قربوا يوصلوهم لمرحلة الوحي، ترجموها عصوا كلامه. واو، حذفت أداة النفي ني. مزمور 105:28 هتشوفها في العبري هتلاقيها لم يعصوا كلامه، هتشوفها في الترجمة اليونانية السبعينية العكس عصوا كلامه. طب ده العكس تماما. طب العكس ده جه منين؟ نتيجة خطأ المترجم، خطأ الأخط، خطأ كل تأكيد غلط، ده عكسه ده. فلما يجي واحد يكتب في العهد الجديد ويقتبس من السبعينية اللي مليانة بالأخطاء ويقول لك ربنا بيقول كذا، لا انت ما انتش دريان انك بتنقل الأخطاء
هو ده اللي انا حبيت اوصله يا جماعه، هو ده اللي انا حبيت اوصله. العهد الجديد احد الطرق اللي اتفضح بيها هي انه بينقل من ترجمه مليانه بالاخطاء، مليانه بالاخطاء. ممكن ترجعوا يعني كنت عامل فيديوهات عن موضوع الترجمه السبعينيه، امثله بقى كتير قوي 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 لاخطاء، والمسيحيين بيعترفوا بالاخطاء بتاعتهم. فانت بتقول لي ان ناس بتكتب بوحي الروح القدس وتدعي اشياء معينه، وهم بينقلوا اخطاء، خطأ وقع فيها المترجم او الناسخ، او اخطاء بياخدوا الخطأ ده ويقول طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه تزوير حضرتك، ده اسمه غش، وانا ما اقدرش اتعامى عن ده. التعامى عن ده الحقيقه يبقى انا بضحك على نفسي. انا مش قادر افهم يعني الامور دي ماشيه ازاي. ادي مثلا لمثال للاحسن، عقلي هنا قال لي لا ستوب، في حاجه غلط، في حاجه غلط. طب انت يا سيدي المسيح مع كامل تقديري واحترامي ليك، كل العهد الجديد، كل العهد الجديد بيتكلم بكل وضوح على شيء معين، انك هتيجي في القرن الاول بالكتير قوي قوي بدايات القرن الثاني. كل العهد الجديد واخد الخط ده، مش الاناجيل فقط ولا رسائل فلان، كل العهد الجديد واخد الموضوع ده. فالتوراه مثلا في تثنية 18 قال لي ازاي نعرف الكذاب، تثنية 18 22، فما تكلم به النبي ولم يحدث ولم يصر، وكان باسم الرب بالمناسبة، فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي. يبقى التوراة ادتني مقياس ان لو في واحد بيدعي انه من عند الرب وبيقول حاجات وما حصلتش، يبقى الحقيقة ده مش من عند الرب. ده مقياس حتى طول التوراة. طيب يا سيدي المسيح مع كامل تقديري واحترامي لحضرتك، وده نقد مش حتى، وكل العهد الجديد كان واخد الخط ده ان يسوع على الابواب، ها انا اتي سريعا، يعني المفروض يجي من 2000 سنه. متى 10:23 يسوع قال بكل وضوح لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. مش هتكملوا مدن إسرائيل كرازة حتى يأتي ابن الإنسان. طب هم كملوا مدن إسرائيل كلها واللي جنبها واللي جنبها والكرازة وصلت في العالم كله وما جاش ابن الإنسان. مش هتكمل، لا انت مش هتكملوا مدن إسرائيل لما يجي وما جاش. متى 24 لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. طب يمكن الآيتين دول فهمناهم غلط. يجي في يوحنا الأولى 2:18 يقول إيه القديس يوحنا؟ لأنها الساعة الأخيرة. خلاص يا أخوانا آخر ساعة، إحنا الساعة 12 خلاص، فاتت الساعة 5 و6 خلاص، إحنا الساعة الأخيرة دي، إحنا في الساعة خلاص الساعة الأخيرة. رؤية 1:1 إعلان يسوع ليرى عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، عن قريب. فاتت 2000 سنة يا جماعة ولسه القريب ما جاش. بيكتب كاتب الرسالة العبرانيين في عبرانيين 10:37 بيقول إيه؟ بيكتب لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطل. بعد قليل قوي قوي هيجي ومش هيبطل. ودي كل لغة العهد الجديد عن القليل. القليل يعني قليل. يوحنا 12:35، يوحنا 13:33، يوحنا 14:19، يوحنا 16:16، وأعمال 27:14، وعبرانيين 12:10. طبعا أنا بقول هذا الكلام لأنه مسجل، واللي عايز يتابع يتابع. دي لغة العهد الجديد كله لما بيتكلم على القليل بسرعة. طيب فات 2000 سنة، مش فات 50 100 200 500 1000؟
1200 1000 فات 2000 سنه، احنا حاليا 2023 لسه الساعه الاخيره ما جاتش. يعني ممكن افهم ده ازاي؟ يجي بولس في كورنثوس الاولى 7:29 ويقول لك الوقت منذ الان مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كان ليس لهم. الوقت قليل، الوقت قصير قوي، ما فيش وقت. اللي عندهم ستات كان ما عندهمش، ما فيش وقت تتجوزوا من اصل، ما فيش وقت نتجوز. طيب يمكن انا يعني الشيطان ضحك عليا ولا بتاع، اشوف كده تفسير ارثوذكسي للحته دي، كورنثوس الاولى 7:29 ابونا العظيم تدرس يعقوب مالطي بيقول ان القديس امبروسيوس بيقول ايه؟ بيقول يعني بولس بهذا ان نهايه العالم قادمه سريعا، اذ يقدم هذه الحقيقه يلتزم المؤمنين الا يرتبكوا بان لا يكون لهم اطفال. واو، القديس بيشرح كلام بولس الرسول اللي ذكره ابونا تدرس يعقوب مالط. يعني انا يمكن اكون متوهم ولا حاجه، رغم ان الكلام واضح. يعني ايه بولس بيقول لهم ما فيش وقت نتجوز؟ الوقت دلوقتي قصير، في ايه؟ في ايه هيحصل؟ المسيح خلاص على الابواب. طب يمكن الارثوذكس جماعه ضربهم السلك. نشوف مثلا واحد من كبار المفسرين البروتستانت ويليام بارك، برضو تفسير نفس الجزء صفحة 113، يقول لك الوقت منذ الآن مقصر، فقد كان يعتقد أن المسيح سيأتي ثانية سريعا جدا، بحيث ينبغي أن يطرح جانبا كل شيء وتركز كل الاهتمامات والاستعدادات حول هذا المجيء. وشوف بعد كده بيقول لك إيه، ولو كان بولس يفكر أنه هو والمؤمنون سيعيشون في وضع دائم أو مستمر لما كان كتب ما كتب. يا نهار اسود. على فكرة ويليام باركلي ده واحد أستاذ العهد الجديد، أستاذ الأساتذة اللي علم، يعني لما تشوف الناس اللي هي ترجموا له تلاقي أنهم كبار جماعة البروستانت، منهم رئيس الطايف، الرجل أستاذ العهد الجديد، بيقول لك انه لو كان يعني بولس والمؤمنين عارفين انهم هيفضلوا في وضع دائم مستمر كان مستحيل بولس يكتب الكلام ده. طب انا مش عارف اقول لكم ايه يعني. طب فات 2000 سنه، فات 2000 سنه وما حصلش ده، يبقى المفروض نفوق، المفروض نفهم ان ده تزوير، المفروض نفهم ان ده غش، المفروض نفهم اللي فوقنا بيه سفر التثنيه 18، فما تكلم به النبي ولم يحدث ولم يصر فهو كلام الذي لم يتكلم به الرب. يبقى شفنا السيد المسيح في متى بيتكلم، القديس يوحنا بيقول الساعة الأخيرة، وفي سفر الرؤيا بيقول كل ده هيتسمع عن قريب، كاتب الرسالة العبرانيين بيتكلم على أنه بعد قليل قوي قوي حييجي ومش هيبطئ، وإحنا يعني دلوقتي الوقت مقصر. ودي بولس، بولس ويوحنا والمسيح والرؤيا طب بطرس الرسول رأيه إيه؟ رأيه إن نهاية كل شيء قد اقتربت، بيقول كده في بطرس الأولى 4:7، نهاية كل شيء قد اقتربت. طب ده فات 2000 سنة، فات 2000 سنة. يعني يجي في سفر الرؤيا يقول إيه؟ 3 مرات يقول إيه؟ ها أنا آتي سريعا، أنا جاي بسرعة، ها أنا آتي سريعا 3 مرات. يعني لما اقول لك انا جاي بسرعه ويفوت 2000 سنه وما جيتش، لا، يبقى في حاجه غلط. طيب ايه الرد على الكلام ده؟ لان الوقت اتاخر قوي قوي. طيب فرساله بطرس الثانيه اللي هو مشكوك في تماما في ان بطرس هو اللي يكون كتبها، وكان في خلاف شديد بين القديسين الاوائل حوالين انها فعلا قانونيه ولا لا، ولما اتاخر بدأ يرد. فالحقيقة أن بطرس الثانية جي كحالها عماها، فقال لك إيه؟ قال لك أن لا، أنتوا فاكرين أن ربنا متأخر؟ لا لا، ده هو ربنا بس بيتأنى علينا. إزاي حط سريعا
مع يتأنى. تيجي ربنا جاي بسرعه بس بيتأنى، يتأنى يعني ببطء، هو جاي بسرعه بس ببطء، خدوا بالكم، هو عارف حالتنا فبطيء، لكن هو جاي بسرعه بس بطيء. رد بطرس تبرير مضحك للكذبه بعد ما ثبت انها كذبه، بعد ما فات وقت طويل قوي، يعني المفروض الرساله دي مكتوبه يعني وقت متاخر، ومشكوك في ان بطرس اللي كتبها اصلا، والاباء كانوا مختلفين حوالين انها قانونيه ولا لا. طيب يعني لما تتاخر، لما الكذبه بدات تبان خلاص، بقى الست حامل وفضلت يعني بطنها تكبر كل شويه، وبعدين المصيبه، وبعدين شوفوا لنا حل، لازم كنت، لا اصل ربنا بطيء، نعم بسرعه يعني ببطء، انا جاي سريعا يعني انا جاي ببطء. ايه رد خدام الرب على ده؟ المغيبين. الرد بقى ايه؟ ما هو دايما في رد يا اخوان، هو حاجه اسمها ما عندناش رد، دايما عندنا رد. سريعا بحسب ربنا. واو، شفتوا قد ايه يعني الافحام. ربنا بيخاطب نفسه ولا بيخاطبنا احنا؟ لا، بيخاطب نفسه لما بيقول سريعا، يعني يقصد بيها بالنسبه لنا احنا بطيئا، لكن بالنسبه له هو سريع. طب وهو ربنا عنده وقت؟ هو بيكلم نفسه بسرعه بحسبه هو. لما بيقول بلاش نتجوز، يبقى على اساسه هو. هي دي الردود يا جماعه، سريعا يعني بطيئا، بسرعه يعني ببطء. الحقيقه انه يعني مكتوبه كده. انا فاكر لما يعني كنا في الكنيسة وحب الواعظ يسخننا، فبدأ يقول يسوع على الأبواب، بدأ يقرأ الآيات يسوع على الأبواب، ها نادي سريعا، والناس اتبكتت بقى، واللي عنده خطية اعترف بيها، والناس اتبكتت، وأنا بصراحة برضو تأثرت، أصحيح يمكن يجي يسوع الليلة يمكن يجي الليلة، خلاص احنا في الوقت الأخير. يعني بعدها بفترة ابتديت انتبه، ايه ده؟ هو الكلام اللي قراه لنا الواعظ المحترم ده اتكتب من 2000 سنة. ليلة ايه اللي احنا كنا خايفين فعلا يمكن يجي يسوع النهاردة والأسبوع الجاي؟ احنا بنقرا كلام وهو مكتوب من قبل كده. طيب انا طولت كتير في دي، لكن يعني ما هي الفكرة ان انا لو سبت نفسي هطلع بلاوي كتيرة قوي قوي. المهم نرجع لأساس الموضوع، أساس الموضوع. انا دلوقتي كل ده حديث بيني وبين السيد المسيح فوق، بعد الشر عليكم جميعا ان شاء الله، اللي فوق بيبتدي يقول لي انت يعني سبتني، فاقول له انا شفت الادله بتاعتك مزوره، عقلي وراني ده، لما اشوف ان انت بتقول جاي بسرعه والكل خط العهد الجديد يقول كده وما تجيش، يبقى انتبه للي قاله في سفر التثنيه ان دي نبوات كاذبه. ولما يطلع خدام الرب اللي عندهم ردود على كل شيء، انت فاكر ان مفيش ردود عند خدام الرب؟ لا، فيه، بس الردود بمثل هذه السذاجه، بسرعه يعني ببطء، لا سريعا بحسب ربنا، نعم سريعا بحسب ربنا، هو ربنا عنده سريع يعني عنده، ولو بحسب ربنا يبقى بعد مليار سنه تبقى برضو يعني هتبقى عامله ازاي ولا الوضع؟ طبعا ده كله احتقار لعقلك، كيف تحتقر عقلك؟ انا ماليش دعوه بالاخرين، انا ليا دعوه بعقلي. اذا كان في مؤمن شايف ان الكلام ده منطقي بالنسبه له، لا معلش اسف، انا بالنسبه لي عقلي بيقول لي لا، ده غش، دي نبوات كاذبه. هو ده السؤال، هي دي الفكره الاساسيه. مع كلامي مع السيد المسيح انت اديتني عقل عشان افكر بيه، لما فكرت بيه وصلت لان المسيحيه مزوره، النبوات بتاعتك انا قضيت حياتي كلها غرقان في النبوات بتاعتك، مزوره مزيفه. انا بستعجب من مسيحي يجي مسلم فاضل يقول له ده نبي الاسلام، مع احترامي ليه، موجود في التوراه والانجيل، بص الايه بتقول ايه، بص، ويضحك المسيحي ينهار من الضحك المسيحي، عارفين ضحكه الاراجوز، نبي الاسلام عندي في التوراه، ما تقرا يا اخي اللي ليها واقرا اللي بعديها وشوف القرينه بتقول ايه وشوف الوضع بتقول ايه، يا حلاوتك. طب انت بتعمل نفس الحاجات اللي بتقولها دي على النبوات بتاعت يسوع؟ لا، بتقرا اللي قبلها واللي بعدها والقرينه والوضع وتشوف، لا، هي النبوه اهي وخلصت، وتاخد جزء منها وتطلع تجري بيه، لو كملت بقيه الايه
هتلاقي انها مش نبوه اصلا، بتضرب تماما في انها تكون عن المسيح المنتظر اصلا. يعني اللي انت شايفه بوضوح، بيجي المسلم يقول لك بص النبي بتاعي موجود عندك، انت شايف بوضوح ان لا، وبتحط مقاييس حاجات معينه، لكن لما بتيجي تبحث في نبوات المسيح عمرك ما بتحط نفس المقاييس. ليه يا ترى؟ يا ترى. طيب انا بقى حضرتك بدات احط نفس المقاييس زي ما انت كمسيحي عايزني. طب انا اقول لك نبي الاسلام في التوراه والانجيل، تطلع تقول لي فكر شويه، اقرا اللي قبلها، اقرا اللي بعدها، شوف القرينه، شوف الوضع، دي ما تنطبقش عليه. طب لما يعني بعمل عقلي هنا في البحث، لما عملت نفس العقل في نفس البحث بس بدل عن نبي الاسلام عن المسيح، مع كامل تقديري واحترامي للاثنين، طلعت لي نفس النتيجه، طلع لي الموضوع تزوير. ده عقلي اللي وصلني كده. انت بقى عقلك سوبرمان، انا يا سيدي عقلي على قد، بس انت عقلك بقى سوبرمان وخطير ومؤمن بقى يعني من طراز اعلى، وشايف ان لا ده مش تزوير. الفين مبروك عليك يا سيدي، بس انا كواحد مخه كده شايف ما اقدرش اتعامل، ما اقدرش. واحد يجيب لي ورقه ب $100 ما اخدهاش كده على طول واجري اصرفها، لا ثانيه واحده اشوف، احاول اشوف العلامه المائيه فين يا جماعه، الورقه الملمس بتاعها في لازم ابحث في الورقه، لان الورقه دي ممكن اجيب بيها اكل ودواء، وممكن اروح اصرفها يقبضوا عليا وادخل السجن 10 15 سنه، هي نفس الورقه. ولازم ما تعاماش، اقول طب انا جعان وحموت ما خدتش الدواء، انزل بسرعه اصرفها، ما فيش وقت للبحث. طب ما انت هتتقبض عليك وتترمي في السجن، ولا هتاكل ولا هتاخد الدواء. هو دي الفكرة يا جماعة. مع السيد المسيح إذا طلعت لقيته فوق هقول له أنت اديتني عقل عشان أفكر، بحثت وكنت ببحث بجدية وبإخلاص، وأنا خدمتك سنين أصلا، وعقلي ده وصلني إن عملت اللي أنت قلت لي عليه، فتشوا الكتب. لما فتشت الكتب لقيتها مزورة، ما قدرتش أتعامى عن التزوير. طيب اكتفيت بكده؟ لا، رحت اسال خدام الرب. خدام الرب هنا وهنا وهنا، اجانب وعرب وهنا وهنا، كل ما واجمع الاجابات. فهي دي الفكره، انا دايما بنصح الناس اللي هي بتستمع للحاجات اللي انا بقولها، روح اسال بقى خدام الرب، مش بعكس تماما خدام الرب اللي بيقولوا لك اوعى تيجي عندي ولا تسمعني، لا، روح اسال خدام الرب، وبعدين اقعد حط ده جنب ده، واللي هيوصله لك عقلك هو ده الصح، هو ده اللي هيحاسبك عليه ربنا. لكن رجاء لو عقلك يعني، وابعد عن الموروث والانحياز التأكيدي، اللي عقلك هيوصله لك تقعد تفكر شوية، هو خادم الرب فعلا قال لي الكلام ده؟ الكلام ده كان مظبوط؟ خادم الرب داني مرجع، هل بحثت وراه وشفت المرجع بيقول نفس الكلام اللي بيقوله، ولا ده خدام الرب يا جماعه بيقول لك المرجع تفتح المرجع تلاقيه بيقول عكس اللي هو بيقوله. تخيل المستوى، بيقول لك احنا بنتكلم بمراجع، تفتح المراجع وتقرا زي ما عملت لبعضهم، تلاقي مسخره، تلاقي ان المرجع هو مش فاهم اصلا بيقرا ايه، فقط عزيزي خادم الرب اقرا بس جملتين بعديها وانت تفهم هو اصلا بيقول ايه. المرجع اللي انت جايبه بيضربك وانت مش دريان. هو ده اللي أنا عايز أوصل. الفكرة ببساطة شديدة جدا إنه طيب إذا كان السيد المسيح يعني لما أقول له إن عقلي وصلني لأن أدلتك مزورة، خلينا أسألك بقى يا سيدنا المسيح سؤال، ليه أدلة إثباتك ما كانتش أقوى بما لا يقاس من أدلة الآخرين؟ هو ده السؤال. كل الأديان اللي موجودة النهاردة في الأرض عندها أدلة أنها الصح، وكل الأديان عندها مشاكل في الكتب بتاعتها، ورجال الدين بتوعهم حلوا هالك، هاتلي أدخن شبهة في أي كتاب ديني وأنا أجيب لك الرد عليها. في خدام الرب في كل الطوائف والأديان، خد بالك، ودايما في ردود، بس هو السؤال الردود مقنعة، ردود حقيقية. هما بيحبوا يردوا على الناس اللي مش دارس، لكن لو لقاك دارس
هتلاقيه يدوس عليك قوي ويطلع خمسة ستة ينزلوك ويقمعوك، لكن لو انت مش فاهم حاجة وبسيط يرحبوا بيك قوي، يقولوا لك اسأل يا حبيبي وقول اللي انت عايزه، لكن دارس ولا متعمق لا ياكلوك اكل، لان هم ما بيدوروش على الحقيقة، هم بيدوروا على الموروث والعواطف. ليه أدلة المسيحية مش أقوى بما لا يقاس من أدلة الإسلام، من أدلة البهائية؟ يعني أنا المفروض في قصة مؤمنين بيها، اليهودية والمسيحية والإسلام، موسى النبي وهارون، والعصاية اترمت بقت تعبان، ففرعون شاف كده قال هو أنتم منهم؟ طب تعالوا أنتم رخمين دوكم، راحوا جايبين العصيان بتاعتهم واترمت بقت تعابين. القصة ما خلصتش هنا، القصة ليها أكمال. إيه الكمالة بتاعت القصة؟ الكمالة هي إن التعبان بتاع موسى النبي أو هارون حسب الرواية أكل كل التعابين بتاعت المصريين. هو ده المقياس يا إخوانا، أنا عايز تعبان ياكل كل التعابين التانية. مع الأسف الشديد كل التعابين اللي موجودة النهاردة ولا واحد فيهم قادر يلتهم التاني. أدلة الإسلام قوية جدا، وأدلة المسيحية قوية جدا، وأدلة البهائية قوية جدا، وهدية الهندوس قوية، وهدية بوذا مليارات بيتباعوا الديانات يا إخوان. أنا مش شايف واحد بينهش نهش كل الأدلة بتاعت التاني، بالعكس ده أنا شايف إنه يعني كل الحاجات اللي بتقدمها أنت المخالف بيقدمها. انا مش شايف ملاكمه واحد عملاق قوي ماسك قزم قدام منه ونازل فيه ضرب، لا ده شايف اتنين نفس الوزن، وده يروح مناوله بنيه، يروح التاني مناوله مش عارف يعني في تساوي في القوه. هتضحك على نفسك قوي لو قلت ان الادله بتاعت الدين بتاعي اقوى بكتير من ادله الدين الاخر. يعني يبقى انت بتتجاهل حاجات كتيره قوي، بتتجاهل امور كتيره جدا. فمش عارف اقول لك ايه، يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني مثلا يعني طب انا شاد جامد، ياه انا طولت قوي. طيب هو السيد المسيح وعد لأتباعه، بيقول إنه أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم إنهم يقاوموها أو يناقضوها. الحقيقة الوعد ده من يوميها لغاية النهاردة لم يحققه المسيح لأي واحد، في أي طائفة، في أي كنيسة، في أي قارة، في كل الأجيال. هي فين الطائفة أو اللي قدرت يعني إفعام كامل للآخرين؟ الحقيقة ما فيش هذا. طيب كنت عايز أقول نقطة مهمة جدا. سيد المسيح، أنت كنت في أنهي طائفة؟ الأرثوذكس ولا البروتستانت ولا الكاثوليك؟ وليه في خلاف بين دول؟ أقول لكم على حاجة يا جماعة، روحوا عند خدام الرب، عايزين تربكوهم تماما، عايزين تخلوهم ينهاروا تماما، اخبط له كده حته طائفيه، ارمي له حته كده طوائف، قول هو جسد الرب ودمه حرفي ولا رمزي، هي الميرون دي هو المعموديه بتولد فيها ولا رمز، احمي له حته زي كده. هتلاقي قدام الرب الاسود انهاروا وبداوا لا 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 بلاش، مش هنقول ده، او لو هو ذكي شويه يحاول يسحبك خفيف خفيف ويبعدك عن الحته دي. اكبر حاجه بتوجع خدام الرب انك تكلمه في الطوائف، ما يطلع واحد يقول له انا مش عارف ايه في الطائفه كذا، بيهرب منها لانه بيسحب منه البساط تماما، بيدمره تماما. هي دي الفكرة الطائفية. انتوا ليه طوائف؟ الإجابة سهلة أوي، لأن الكتاب مايع يحتمل اليمين والشمال، وكل واحد بيقدم أدلته من داخل نفس الكتاب. عشان كده زي ما بقول لكم وعد السيد المسيح
اديكم فما وحكما لا يقدر جميع معانديكم انهم يقوموها او يعندوها. مع الاسف الشديد ما فيش طائفه عرفت تنتصر على طائفه تانية وتجيبها لمس اكتاف، ويكون المسيح بروحه القدوس قدر ان هو يعمل ده مش موجود في العهد الجديد اصلا. بلاش الناس، العهد الجديد ما تقدرش تقاوم او تعاند او تخبط في الكتاب، مليان تخبيطات وترزعات. افحام كامل فين ده؟ العهد الجديد متاكد؟ طيب انا هتوقف عند ده، احاول يعني استمع شويه وهحاول اعمل كماله. والله بحبكم كلكم يا ولادي. بقول لحضرتك ايه، من علمني حرفا صرت له عبدا. والله العظيم اني احبك في الانسانيه، انت علمتني كتير ومش انا وبس، يعني اياديك بيضاء وناصعه على ناس كتير جدا جدا، منهم استاذ بلابل ومنهم انا ومنهم استاذ رافه ومنهم ناس كتير جدا 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 جدا. انت راجل فاضل وراجل محترم والله، وبنحبك في الله. بس انا حبيت انوه عندك، بس أشكرك كلامك حبيبي. دايما بيبقى بحرفيه وبمنطقيه، وكلام جميل جدا جدا، واسلوبك سردي رائع، وحضرتك ما بتفقدش الفكره، وانا بستمتع جدا ان اكون مع حضرتك. طيب شكرا لك يا حبيبي، أشكرك. مين اللي عليه الدور بعديه؟ مين اللي عليه الدور؟ بلابل ولا زاك؟ تحياتي ليكم جميعا. مين اللي عليه الدور؟ بلابل وبعد كده زيك. طب ماشي، اتفضل يا بلابل. اتفضل. انا يا بقى بلابل. مفيش مشكلة. طب اتفضل ماشي، انا. اهلا يا عزيزي، ازيك؟ ازيك؟ اتفضل، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ شور، اخبار حضرتك ايه؟ تحياتي الرافه والاستاذ ليفي وجميع اللي تحت واللي فوق وكل الناس. والله هذا السؤال سؤال مهم جدا، انا سألته كثيرا لنفسي، ولكن انا بعيده جدا زي ما بيقولوا في الكتاب المقدس ان هو يسوع يقرع على بابك كل يوم، او يسوع بيدور عليك. انا ما حدش دور عليا، انا بتكلم بجد يا شور، انا فعلا ما حدش دور عليا وانا ما لقيتش حد، واخد بالك؟ لا بقى بادله منطقيه عقليه ولا حتى بادله روحيه. حاولت احس ما بحسيتش. انا عندي صديقتي الجير فريند بتاعتي يعني مسيحيه، وبروح معاها على فكره الساندي دينس اللي هو خدمه الاحد، بروح معاها احيانا كتير، وتناولت قبل ذلك معها، شاركتهم في التناول ولم اشعر باي شيء. هي بقى بتقعد تبكي وتعيط وتنزل بقى تركع على الارض وكده، وانا بالنسبه لي انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ طب انتوا حاسين حاجه انا مش حاسسها؟ ده من الناحيه الشعوريه. طب من الناحيه المنطقيه القصه فيها خرتها كتير، تيجي تقول له طب ان لم يكن من الاموات فباطله انقراضاتنا، طب هو ما قام فين؟ يقول لك ما اعرفش، او ما فيش ادله يقينيه على القيام من الاموات. طب يا سيدي، لا ادله منطقيه ولا ادله عاطفيه. فببساطه شديده جدا، اذا سمح لي ان انا اساله يعني، وان انا اقول له، هقول له يا عم انا دورت عليك وانت بتقول ان انت بتدور عليا وبتقرأ على الباب، لا انا لقيتك ولا انت لقيتني، لا انا اهتديت لك ولا انت اهتديت لي، فده ذنب انا يعني بالاخر كده؟ هل ده ذنب انا؟ وبعدين بقى لو عايز يرميني في بحيره كبريت ذكرت حرفيا، ما دي بقى المصيبه التانيه بقى برضه اشوف ان انا مش عارف مصيري ايه، ولا حد عارف يقول لي. اكلم دول يقولوا لي ده انت بحيره النار والكبريت وهتتلسع وهتتفشخ، اكلم دول يقولوا لي لا ده انت العذاب في البعد عن المسيح في الظلمه. انا مش عارف، محدش عارف حاجه، محدش عارف حاجة. طب اقول لهم يا جماعه الخلق ده في اختبار؟ يقول لك لا احنا ما عندناش اختبار زي المسلمين. طب في حساب وثواب وعقاب؟ يقول لك اه طبعا، امال يعني الدنيا هو في ثواب وعقاب من غير اختبار؟ ولا يعني القصه كلها فيها غموض، وهم نفسهم متلخبطين، يعني اصحاب هذه الديانه في لخبطه شديده جدا، لا اما هم المتلخبطين يا اما هم لخبطون انا. يعني انا اتلخبط واسمع من مسيحيين الغرب اسمع كلام مختلف تماما، واسمع من مسيحيين الشرق اسمع كلام مختلف تماما، وتعبت نفسيا والله استاذ شور، والله فعلا تعبت. يعني
يعني اسال صديقتي اقول لها يعني هو هل احنا كده لو اتجوزنا يعني كده غلط؟ فتقول لي ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ اروح للمسيحيين الشارع اقول لهم والله انا صديقتي مسيحيه وانا لا ديني وهنتجوز، ويقول لي لا لا ده انت ده زنا. فانا مش فاهم حاجه وهم مش فاهمين حاجه ومحدش فاهم حاجه. فانا ده بكل بساطه هقوله بكل بساطه، وبعد كده بقى اللي عايز يعمله يعمله اصلا. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ نحن في من هذه الدنيا لا ادري شيئا. من هذه الدنيا لا ادري شيئا. ده رايي في الموضوع كله، اتمنى ما اكونش لخبطت الناس، لان انا نفسي متلخبط وهم متلخبطين وكله متلخبط. فده ده بصراحه شديده رايي، وشكرا ليك يا استاذ شور على فتح هذه المساحه، ولو حابب تعقب اتفضل عقب، يعني احب ان انا اسمعك. طيب شكرا، شكرا ليك يا عزيزي. ازيك؟ يعني لو سألت اي مسيحي هيقول لك العيب فيك انت، مش ممكن طبعا هيطلع العيب في المسيح، مع ان المفروض ان المسيح هو اللي بيدور علينا ويشوف الخروف الضال، ولو في ضال بيطلع يدور عليه ويشوفه. وهي دي المشكلة، انه يعني طب نعمل ايه؟ يعمل ايه والله تاني؟ استشور نعمل ايه صلاة تاني؟ وصليت انت الاول في كنت ميسا جاد في ورحت. بحث مخلص بتدور باخلاص، كنت مخلص ولا خلينا نتكلم بجد، كنت مخلص في طلب مخلص المسيح جدا مخلص جدا، بس ما حدش جالي ولا حسيت ومستعد لو بيوم طلع هو الكسوف. الحق والحقيقة تعيش ليه، ومستعد يا لهذا. عم عيش جدا، هو في حد هيلاقي الحقيقة ويبعد عنها؟ بس فين؟ لم اشعر بشيء صدقني، لم أش أجبرت نفسي على الصلاة، لم أشعر بشيء. العيب فيا أنا؟ طب يبقى هو يبقى العيب في صنعه بقى. يبقى هو إذا كان حد هيقول لي العيب فيا أنا، يبقى العيب في صنعه هو، لأن هو اللي عاملني، ولا إيه؟ ولا إيه؟ لا طيب يعني هي دي بقى بصراحة الفكره، انه طيب بعد عمر طويل، بعد عمر طويل ان شاء الله، انا يعني لما نطلع انا وانت فوق انت هتقول له الكلام ده، هتقول له ان انا يعني انا حاولت ادور عليك وما لقيتك. بالظبط بالظبط طب واذا قال لك لا هتدخل جهنم بقى، هينده لك عفركوش برضه ياخدك جهنم، والله. هو ساعتها هيبقى هيبقى ساعتها اقوى ايه؟ مني، قال انا هقول له انت راجل ظالم، وهو مش راجل بقى، انت اله ظالم، وهو هيبقى اقوى مني. فهعمل ايه بقى يعني؟ هعمل خلاص هسلم نفسي بقى وخلاص، اصل هو هيبقى اقوى مني يعني هضربه. ما تجيش بصراحه، مع انه في الدنيا سمح ان الناس تضربه، بس هناك ايه ممكن يكون اقوى، ما اعرفش. هو المؤمن لازم 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 يقول لك يا اما انت مش مخلص في بحثك، يا اما انت ما بتدورش بجديه، لازم يشوف لك انت مشكله، لازم يشوف لك انت مشكله. بس يحاول يخلق له فرانسيس عذر، قال انا يحاول كل يخلق مره له عذر. هترس الملكوت. يا شور، فرانسيس قال ان كل الناس هترس الملكوت، البوب فرانسيس قال كده، واظن ان هو مساق بالروح القدس ولا ايه، ولا ده مش مساق، ولا في ايه يعني طيب كلمه احكي البوب لك فرانسيس الحكايه دي بان بس الكل هيدخل الملكوت دي؟ هو يعني ده كلام بجد ولا سياسه ولا ايه بقى؟ لا يا زاك، بص، الروح القدس بتروح لبابا الإسكندرية بس، خلي بالك ملهاش علاقة ببابا روما. لا 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 لا، ما احنا هنا لا نسمح بالاستهزاء، او يعني كامل تقديرنا واحترامنا للسيد لا لا، المسيح من غير والنبي استهزاء الاسلام. والله انا بسأل فعلا. البوب فرانسيس قال ان كله هيرث الملكوت، وفي طفلين سألوه قالوا له ما احنا بابا كان ملحد بس كان بيجيبنا الكنيسه، قال له في الملكوت برضه حتى لو ملحد. ده ايوه فيديو شهير جدا، وبعدها صرح تصريح سمعت الشهير الفيديو ده انا بوداني. ان هو كله هيرث الملكوت. حتى المسلمين والله قالوا كده، البروتستانت بيصدقوا ان المسلمين هيخشوا الجنه. طيب يا خشور، عندي طيب سؤال. خلينا شو اجاوب ثانية ادينا بقى واحدة من بلا، كده؟ ثانية واحدة بلا، ثانية واحدة، خلينا اجاوب الحتة دي. في كتاب مهم جدا اللي عايز يعرف الفكر الكاثوليكي، كتاب اسمه كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. ده فيه الإيمان الكاثوليكي بالظبط، وتقدروا تحملوه ومترجم عربي. فاكتب كده التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، يعني عربه عن الطبعة اللاتينية، المتروبوليت حبيب باشا والمطران يوحنا منصور والمطران كيرلس مش عارف مين والأب حنا مين وفلان وفلان وفلان، يعني عمالقة. ثم علق عليه قداسة الباب. طيب
ده الإيمان بتاع الكنيسة الكاثوليكية محطوط في نقط، يعني النقطة الأولى بتقول كذا، النقطة الثانية بتقول كذا. خليني أقول لكم الإيمان الكاثوليكي بيقول إيه للمخالفين، وخلينا ابتدي بالمسلمين. المسلمين في الفقرة رقم 841 ده زي ما بنقول عبارة عن يعني الدستور بتاع القانون القوانين القانون يعني الفقرة رقم 841 بيقول علاقة الكنيسة بالمسلمين إن تدبير الخلاص يشمل أيضا أولئك الذين يؤمنون بالخالق وأولهم المسلمين الذين يعلنون أنهم على إيمان إبراهيم ويعبدون معنا الله الواحد الرحمن الرحيم الذي يدين الناس باليوم الآخر. طيب الفقرة 842 علاقة الكنيسة بالديانات الأخرى غير المسيحية هي أولاً علاقة أصل الجنس البشري وغيره. طيب دخش على نقطة مهمة، يبقى إذن المسلمين يا جماعة هنشوف النقطتين الجايين كمان ونعلق على كل النقطة رقم 846 لا خلاص خارج الكنيسة. الله ما الناس بتقول اهو مفيش خلاص خارج الكنيسة 846، بس بيقول لك كيف يجب علينا أن نفهم هذه العبارة. يعني هحاول اختصر بسرعة، ان المجمع المقدس استنادا منه للكتاب المقدس والتقليد يعلم ان هذه الكنيسة التي هي في حالة سفر على الارض ضرورية للخلاص، المسيح هو وسيط الخلاص والايمان والمعمودية وما شابه. طب كويس مفيش خلاص خارج الكنيسة، يروح خبطك بقى البند رقم 847 يقول لي احنا قلنا البند اللي فات لا خلاص خارج الكنيسة، شوف البند 847 بيقول ايه. هذا الكلام غير موجه الى الذين يجهلون المسيح وكنيسته على غير ذنب، ان الذين على ذنب منهم يجهلون انجيل المسيح وكنيسته ويطلبون مع ذلك الله بقلب صادق ويجتهدون بنعمته ويعمش مش عارف يعملوا الاعمال، فهؤلاء يمكنهم ان ينالوا الخلاص الابدي. الفكر الكاثوليكي يا جماعة بالإجماع، بابا وعقيدة وفكر على فكرة الكاثوليك أولا أكترية المسيحيين مليار ومش عارف كم مليون، يعني حوالي واحد وتلت عدد المسيحيين في العالم، وهم الوحيدين اللي مش منقسمين، بابا واحد لواء واحد. الأرثوذكس منقسمين على بعض، اليونان الأرثوذكس غير المصريين الأرثوذكس الأقباط غير السوريان الأرثوذكس غير الأحباش غير روسيا، وكل واحد بابا. البروتستانت حدث ولا حرج مئات الطوائف، الكاثوليك بابا واحد فكر واحد وأكترية حوالي يعني واحد وتلت عدد المسيحيين. الفكر الكاثوليكي مش بقى زي ما حضراتكم بتقولوا في فيديوهات، ده دستور العقيدة بتاعتها بيتكلم بوضوح، بيتكلم بوضوح عن المسلمين والناس الغير مسيحيين، بيقول كده بوضوح في الفقرة 847 هؤلاء يمكنهم أن ينالوا الخلاص الأبدي. ليه؟ ليه؟ لأنهم يجهلون المسيح وكنيسته على غير ذنب. برضو يعني إيه؟ يعني افرضوا معايا واحد مسلم فاضل ومسلمة فاضلة، ناس كبار في السن يعني كامل احترامي ليهم، أميين ما بعرفوش يقروا يكتبوا ما يعرفش حاجة خالص، ولدوا مسلمين وقالوا لهم الإسلام هو اللي صح، وطب لما سألوا إيه ده، طب جيراننا مسيحيين دول إيه، فقالوا لهم دول يا جماعة كفار بيعبدوا ثلاث آلهة وعبدوا المخلوق دون الخالق وكتابهم محرف، يعني ناس ضربهم السلك من أوسع أبواب يعني. والناس بسطاء الرجل والست وده كده وكانوا ناس حلوين يعني، لا بيزنوا ولا بيقتلوا ولا بيسرقوا وبيعملوا أعمال صالحة، والست كانت بتشرف على الفقراء والاتنين دول ماتوا. في المفهوم الكاثوليكي دول لازم ولا بد وضروري يخلصوا وما يدخلوش لا يعني العذاب الأبدي، ده في المفهوم الكاثوليكي. طبعا الأرثوذكس والبروتستانت ضد ده تمام، البروتستانت والأرثوذكس ضد ده. فأنا بستعجب. أنت يعني بالنسبة للكاثوليك يا جماعة، الكاثوليكي بيروح يبشر المسلمين ليه؟ عايز المسلمين يدخلوا في المسيحية ليه؟ هم لو حلوين وكويسين هيدخلوا يعني هيدخلوا الملكوت زيك زيه. ده الإيمان الكاثوليكي. مرة تانية أنا قلت الكتاب والفقرات بتاعته
ومترجم عربي وتقدروا ترجعوا. ده الفكر الكاثوليكي انه المخالف طالما كويس وابن حلال هيخلص. ما ايه حكايه لا خلاص خارج الكنيسه؟ ده دول بقى الارثوذكس والبروتستانت اللي هم عارفين كل حاجه لكن بيهملوا بقى الاسرار بتاعتنا، اهدول اللي هياخدوا النقط.